هدي تجان وحول بهدي سميان إري سمالان هدي دهان وأنا لحسوق هدي دهان كنيسة ده هدي جلان وحول بهدي سميان وحول با شعبك الصومالي من نمطه يوناك جودة أيها وحوي كبدا وأنا الأركيا إن قدافي وصدق تهيبة معلومها وحبرها برشاد هاي استو إن يدو حالة الله سبحانه كتاجن تها إن صومالي لان أيوة ضو أباب الكرنا دولة دجان الصومالي ده للي هي بره إري سمالا يكون واقعي دولة دجان مدح بنان بل أرنتاز الهرجيس أنا لقدر واقع تي في كسهم بحال اللي قبعي أرنتاز هذا أركتها أنا من بربر إيه لقى كاني إيه جبل إيه لقى كاني صور تقل ما نقول وشيز كان ليه وده هذا كان هل قضب أحمد وكوي من كره وحلا يسكوها يستوى حاوي وانكم معمولة يا معمولة ميس لا لا سعاند وحكتها كان حالات هذا ضد بالقول لا يي ولد غيما كصعدو مصبيح ولي وحتاجين هاي هذا الكيس حسان صور رتاي نسيدو كل أضيال رقمات إن لا دري أو لا دري قبل كصور بعشرته اسمه ده كان وايد ديدين بل سيدو أركتها حالات ده حل كان كتاجن مجال الله سعانا ده دقيمة هالقاس كسر نيو هذه بعد أم حسن تهي أحمدو مركز دانك هالله أرنت الله سعانا ده كتاجن أرنت الله سعانا ده وحقو ده قال ما هي جبهة ده حقو درر كا يدك الشعب كي ديجان كي قبل كسر وده شيء مجال الله سعانا ده يو ما ملك مسبيحي هرجيس سل دجسوية دت كاس وحال والله نيا صدح قضب أي وحاوي دت كاس لودليا وقضب ككوبادة دت كاس وضد من نمط الصومالي وتاعن ولقونا وتاعناين ودكت هاي درويشة ينمن كريال الله سعانات وحيا عين دتك أهرية الصومالي جميستها وحاوي إن كسران قوان صدي أنت دقيت دقلما هي حيا هاي شعب كي مركو إنجليز كي يا أبي سيدا سوى دولة دقلما هي قوان أذاي قدي عدود دولة ديار ده لقو دقي لحدا سنة ضباط سنة نور بقول السنة بقول يكون تسنة كهر بيهيت ما أنت أي وحاول يعني كسر وقت أنت هسه قرني إن لو وده الصومالي ده شلي ودي بني سين كم من نقول ما يسان وحلا أقبل كرما مسبيحي وانين أسكرية نك أسكرية أنا ضد ما مم مولي كرو نظام كستو سيدي سكالو كوي ما دنا آخر كبر بربو ضد بينا يا سيدنا هذا وكسر عدا يحد جذب كا يحسوق ولا سعانا دي قبل كسول وكجي سنة أنا وحي سبب الدون تام مم ملك الصومالي لان أصدق كسنة ودي بيسلي يبي يبهي إنه قعنتي سكبر برا سيدا كتبه أرتا سومالي لأن أما قبل الله إس إس إي سومالي كم بديين ويلي قلنا سومالي كم نقون دونان وحنا نقون دونان ويهدى أرتا سبب دونتان إيه نقضان مامول استيد أو دمايسترن وكم إذا مامول هذا سومالي كترسن إنت سوى قضب قضب كالباد صدح أحرمات بنكو تغيري يا أمنا ما كالردوه إس إس إي وقضب كوادة وادات كي يحاويان كياني مدنمادي يو قد يدي يو حرينتي سومالي يقميستاه وديري أو باهن تاريخ دوده يهلكن كوده إن لا يلاشدو. وأمريكا لبعض وانمن من نمد الصومالية. وتهاجن أمر نبى عن رالي كان نقولي إن الصومالية إن كلا جودو. وأمريكا صد هذا واللي جردرين حال ليدي ولا لك لبعض جرب بدو هيلين كرتا. مركو جردرين يهينا القبطو. مركي اللي جردرين يهينا إن تجرب يستكت. أنت سو أنت هس وقضى بدن كنت هاجر يا كمت. ما أنت قضى ياش يجر حجز. غيره يعني أو بدن هاس الصومالي لان ويهلنا ضيا شودي. وحيد هنا نجو أمتي كرنو نمن كاس. كالينا كمني هو حماشة كصعدة هدي أنا تجنن وحن أقول هاي بالي قام هذا ماشة كصبح أما وحاولنا سوق هذا إنه إنه سمي مسبيح أقبلين هل كان حكى عدينا شاب بيش إساق خير كأو بدن إيجار حجز أو يضيعش هذا إيجارن موسى إنه ينين أن قام لهينا مكلسوني على وقبن أما وحاول وحي للصور شهوا أن فلينين سيدا سلم إذا أضيعش كلا جرددي قبل هذا صولي سرقنا ويه هلنا ويجوابين وحين كردهن واد مهسنتين وسيدي وحاول ينقل ويقانه وحاول هذا الصو ولا يو أولي هي ويتجي يعني ولا هل يعني وأني من بربر يلاقي كاني يا جبلي لاقي كاني صور تقل لما نقنيس وشيز كان ليه وهذا هذا كان هل قضب أحمد وكوي من كره وحلا يسكوها يستو حاول يوانكم معمولة يا معمول ميست سوماليا كم ده هي كم ديت إلا أو حاول ينعيدا كم ليش هذا مسبح إلا سعانات كبحض والوعي اليوم ماشي حدود ولا هي يعني برع كرك هذا وحش شيء صار دعي كره إن هذا رو مجرو marka heshiis madhici kara ciidan kayaga baa ku kor jooga waan ku duqeynayaa maatidaadi iyo waxaan leenayaa dumarkaadi iyo xarumaha dawladda ee caafimaadka sidii masajid baan duqeynayaa heshiisna waan rabaa isma qabato waxa kale oo halkan ee fariin oo ga diraya ninka la dhaho habar awal iyo dhulbahanta way facsameen hadeen habar lagu ka weeyeen waxa dhulbahanta lagu sameeyo cid walba way arkaysa halkan waxa Puntland baa ka nimanka la dhaho Soli Sanaag halkan waxa weeyaan Somali State baa ka waxa lagu sameeyay iyo dagaalkaana war aragnaa hadii waxa weeye banaanka laga marwaayo oo gardarada iyo dulmiga iyo xasuuqa loo geysanayo laga joojin waayo dadkaas walaaladooda ee hub iyo ciidan haysta ee dawladda ee maamulka Soomaaliland oo kala indhaha kama fiirsan doonaan
waxayna noqon doontaa in isaaq iyo daaro la isku dagaalo sababtoo ah dad shacab ya nidaam dawladeed lagu leenahay qabiil baan leenahay askari walba oo dhinta oo meesha laga soo tiray isaaq waxay ku tusinaysaa ciidanka Soomaaliland dhan inuu isaaq yahay hal qabiil u yahay waxay leenayaan waa dad waxa weeyaan in ka awood badnayn oo in ka magac dheereyn oo ku dhul weyneen way waxaan ku tusi doonaa hadii hadda sidan ku socoto dhul bahante iyo maamulada Soomaali waxa weeyaan Soomaali sanaag iyo cayn oo maamul goboleed dhameystiran noqdo ay ku soo hadho isaaq ay berber iyo ku soo hadho burco ay ku soo hadho awdal ay ka soo istaagto ay dhadaw ka gooyaan muuse biixi sidan hadda dambi u sameeyay reer Soomaaliland laakiin ayagu waxay u haystaan inay wanaag sameeyaan sababtoo ah la maamulkoodii labaad 32 sano shaqeynayay uu burburay maanta caalamkuna wuu arkay cid walbana way aragtay een qadaafi oo saadoogta hayba maalmahan waxa baraha bulshada haysto een iyadoo xaaladda laascada ka taagantahay in Soomaaliland ay wado abaabul ka dhana dowlad deegaanka Soomaalida een lala leeyahay beeraha irir Soomaaliya ku dhawaaqay dowlad deegaan madax banaan ee bal arintaas Hargeysa laga dhawaaqo TV ka saahan baxna lagu baahay arintaas aad u aragtaa inaad ar arintaas wax suurta galahay ma waxa la yiri Ilaahay waa haye maya minnahan laga wada yeeshin isaaq mar waxay dhahan Carabaan mar waxay dhahan Quraysh baan haddana waxay leeyihiin irir Soomaali ayaana dadka ay ka go'ayaan ay leeyihiin waan ka go'ayna ee waa hawiye waa dhulki Soomaaliyeed haday Soomaali ay ugu yihiin ama irinimay u shaqeynayso ee hawiye iyo dhulka maanta ay Soomaali wax ka taliye waa hawiye dadka ay ku baroor darsan hayeen waxay leeyihiin irir Soomaalana waa hawiye kama iso geeyeen dowlad deegaanka inaad eero waa dhul maamulo dhameystiran ciidan buu leeyahay nidaam buu leeyahay waana wadan weyn waxa weeyaan ee wadanka Itoobiya hadda sharci ahaan ka tirsan waxa suurtagalayna arrinkaas ma haddii irir wax u taraayo 30 sano wax joogen ayay wax u tari lahayn marka arintaas arin suurtagal ma aha meel walba waa looga badan yahay ee suurtagal ma noqon karto arrinkaas wax suurtagalaya oo ka shaqeynaya dowlad deegaanka midna ma aha waxa kale oo uu sheegayaa laamaha amniga iyo dowlad deegaanka iyo xukuumadda deegaanka ka jirta dadka waxaas wada ama qabyaalada ama qudhunka isku wada inay ka hortagaan suurtagal noqon mayso weligood haday tagaan wax walba haday sameeyaan irir Soomaaliland haday dhahan waana la xasuuqay haday dhahan kaniisada haday galaan wax walba haday sameeyaan wax walba shacabka Soomaaliyeed midnimadooda iyo wanaagooda ayaa waxa weeyaan ka badan waana la arkayaa waa maxay farintaa u dambeysa farintan u dambeysa waxa weey adeer shalay muuse biixi wuxuu ka cararay oo uu ka dagaalamay oo uu diiday xadgudub ama waxa weeyaan cadaalad darro uu ka tirsaday maamulkii dawladda Soomaaliya ee maxamed siyaad barre uu hoggaaminayay wixii adiga shalay aad diiday maanta cid ka yeelays ma jirto maanta laga hubadan yahay laga waxa weey laga tiknoolajiyad badan yahay laga laandheereysan yahay wax walba laga horreeya farriintan u diray waxay tahay wanaag hadduu rabo haddii in naba ha yaraatee wada dhalasho iyo dadkan inay daris ay ahaadaan oo lays guursado oo dadkan wanaag uu ka dhaxeeyo uu rabo inuu maamulkiisa iyo ciidankiisa uu la baxo oo uu ku ceshado Hargeysa intaa hadday dhici weydo waa la isku baabaaya waan laga adkaan cadaaladana guuleysanaysa aan ku salaamay adigana